To be here to celebrate this important occasion with you. Before we start our performances, I'd like to thank all of you for coming today to share this beautiful occasion with us. This day is very special to us. To whom may not know, there's a bond that holds Oman together in harmony, a bond that strives to form great ties between neighboring countries. It is His Majesty Sultan Qaboos bin Said, our beloved ruler. Today, we celebrate the 49th National Day, marking a period of peace and development under his leadership. We are proud to be gathered here today, united, to celebrate the joy and glory over the achievements made, as well as our love and gratitude for our leader. So let's commemorate this day together by rising up to sing the national anthem. Next, we have Usam al-Hinai to recite a verse from the Holy Quran. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Next up, we have a special guest here, someone that had voluntarily helped us throughout the years and continues to do so in order to make this day happen. Let's welcome Mr. Abdul Hafidh up on stage to give his speech. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الرئيس اتحاد طلبة العماني واتحاد طلبة العمانيين في جامعة مينيسوتا ويسعدني اليوم تكون شرف كبيرا أن أكون معكم في هذا العيد الغالي عيد وطنكم 49 وأتمنى للشعب العماني حكومة وشعبا بالتقدم بالمزيد والازدهار وأتمنى الدوام الصحة لقائد الأعلى صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم شكرا Now, a few of our fellow Omanis will be performing a traditional dance called Ar-Rasfa. So let's give it up to them. Yeah.
Yaqban Ismaili is here to give what we call sha'r, which is Arabic poetry. Assalamu alaikum. القصيدة التالية بعنوان حبيب العباد للشاعر المكرم المهندس سعيد الصقلاوي رئيس جمعية الكتاب في عمان. وفي قصيدته هذه يمدح فيها ويصف صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله رعاه. يقول الشاعر: لأنك نعمة لهذه البلاد، لأنك نعمة لهذه البلاد، أتيت حبيبا لكل العباد. يزهر عطفك في كل قلب وتغرس في كل فكر رشاد. أياديك في كل فرد هنا، وإحسانها وافرا يستزاد. لذلك يهفو الصغار ويهفو الكبار ويكتب فيك المداد. لذلك يهفو الصغار ويهفو الكبار ويكتب فيك المداد، وتنثر أزهارك الطيبات جمال الحياة وحسن الوداد. وتنثر أزهارك الطيبات جمال الحياة وحسن الوداد. وحصنتنا بالسلام إيخاء، وزينتنا بجميل اعتداء. بذلت وجاهدت كيد العوادي، بذلت وجاهدت كيد العوادي، ومكنتنا بالأمان المراد. تفيض لرؤيتك العين سعدا، وتدعو لك لله شكرا يعاد. وسلامتكم. So, as I have said before, we've received support, we have been receiving support for the past few years. Now it is time to return the favor. Could Mr. Abdul Hafid come up on stage again, please? صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد، ساتك وين
صاحب الجلالة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد ساتر كيوين هدوري Yeah, I'm playing.